بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة في مادة اقتصاديات الموارد الطبيعية لطلاب الفئة الأولى من دبلومة الاقتصاد الإداري، وهي بعنوان اقتصاديات الموارد القابلة للندوب: البترول والغاز والفحم والمعادن. البترول اللي تعرفنا فيها على أنواعه والكثافة النوعية ليه. إيه أنواع المخزون والعوامل المؤثرة على حجم المخزون؟ نصيب دول أوبك من المخزون العالمي للبترول. الإنتاج التراكمي يساوي الإضافات لمخزون البترول العالمي. أيضا أسعار البترول وسلة أوبك المرجعية. رسم بيوضح تقلبات أسعار سلة أوبك. تقلبات أسعار سلة أوبك شهريا وسنويا. ما هي العوامل المؤثرة على الطلب على الطاقة؟ الطالب بيتعرف عليها.